الله عظم البلاء وبرح فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ليلا مع نهارا نلعن بقاتلها بذكر الصلاة على حبيبي محمد وعلى آل بيت محمد. أخوتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله جبت لكم هاي الطريقة شفاء من كل داء، أي مرض كان، إذا كانت أمراض بدنية وإن كان مرض خبيث وإن كانت أمراض روحانية وإن كان سحر وإن كان مزقي وإن كان تابعة وإن كان ربط وإن كان قفل، كل الأمراض يعني روحانية وبدنية، رحمة على والديكم بالأخص النساء. افتهموا هاي الكلمة من عندي، جزاكم الله خير الجزاء. الله يشهد، أنا أريد أوفر لكم أكثر شيء ترتاحون من عنده وأنتم بالبيت تعالجون نفسكم. نجيب يوم الخميس نجيب قلم مال زعفران وورقة مال استنساخ، نكتب صورة القصص كاملة. نجيب 20 لتر مي، ننقع الاوراق هاي بطل 20 لتر مي، نحط ايدينا على المي، نقرا حديث الكساء كامل، نقول وجه الله ثواب المولاتي فاطمه الزهراء بنيه شفائي وانا اسمي فلان ابن فلان. هاي 20 لتر مي ابويا، اقلاص الصبح اقلاص الظهر اقلاص بالليل، نشرب المي كله لحد ما يخلص باذن الله تعالى. شكو مرض عندي يروح. اذا شفت نفسك تقريبا انت 50% الى 60% ماكو اشكال ان تكرره، بس اهم شيء اوصيكم هو الالتزام الديني. يعني مو واحد يستخدم هذا العلاج وهو يسمع اغاني، مو واحد يستخدم هذا العلاج وهو متبرج بالاخص النساء. اهم شيء طاعه الوالدين وطاعه الزوج، هو هذا سر النجاح وسر الشفاء. والسلام عليكم ورحمه الله.